تم تتويج سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بكأس المركز الأول لبطولة سلوفاكيا الدولية للقدرة لمسافة 160 كيلو متر في حفل التتويج الذي أقامته اللجنة المنظمة بعد ختام السباق. وجرت مراسم التتويج وسط فرحة كبيرة من وفد الفريق الملكي للقدرة، حيث تسلم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة كأس المركز الأول، والفارس جعفر ميرزا كأس المركز الثاني، وحصلت على المركز الثالث الفارسة الإسبانية روكيو إسبرينزا هيريرا التي مثلت الفريق الملكي في السباق، كما فازت فارسة الفريق سيلسيليا من الأوروغواي بالمركز الرابع والفارس رائد محمود بالمركز الخامس، فيما احتفل الفارس سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد الخليفة المركز التاسع في الترتيب العام. وهنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة فرسان الفريق الملكي بمناسبة هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها الفريق في المحافل الأوروبية، مشيدا سموه بجهود جميع الكوادر في الفريق إضافة إلى الجهود البارزة التي بذلها الفرسان في السباق، متمنيا سموه للفريق دوام التوفيق والنجاح. كما تم تتويج أبطال المسابقات الأخرى في البطولة.